صباح الخير طلابي الأعزاء، رح نكفي اليوم المحور السادس بالسياسات الاجتماعية ودرسنا الأول السياسة الاجتماعية تعريفها وبرامجها. بالجزء الثاني كنت أنا وياكم، بالجزء الأول تعرفنا إلى مفاهيم ثلاثة يلي هن الرعاية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية والسياسة الاجتماعية، ميزنا بيناتهم كما أنه تعرفنا إلى برامج السياسة الاجتماعية. اليوم بدرسنا الجزء الثاني رح نتعرف إلى الأهداف التالية، أنه تستنتجوا أنه المفهوم السياسي الاجتماعي ليس واحدا في كل المجتمعات، إنما يختلف باختلاف الأنظمة السياسية. أن مفهوم السياسة الاجتماعية ومقوماتها في كل من الأنظمة الاشتراكية والليبرالية التقليدية والليبرالية الحديثة، أن نميز بينها وأن نميز بين التخطيط الاقتصادي الشامل وبين الاقتصاد المواجه. إن البناء الإيديولوجي للمجتمع هو الذي يحدد عناصر السياسة الاجتماعية تبعا لخطط الرعاية التي تستهدف السكان. من هون مفهوم السياسي الاجتماعي في المجتمعات ذات الأنظمة الاشتراكية يختلف عما هو في المجتمعات ذات الأنظمة الليبرالية. ليه؟ لأن نظرة الاشتراكية للإنسان والمجتمع والأهداف التي ينبغي على الدولة الاشتراكية أن تحققها تختلف في جوهرها عن نظرة الليبرالية في هذا المجال. رح نتعرف هلأ على السياسة الاجتماعية في الأنظمة الاشتراكية من خلال تبيان أهداف السياسة الاجتماعية، مقوماتها، اسم الدولة والوضع الحالي والنتائج. شو أهداف السياسة الاجتماعية في الأنظمة الاشتراكية؟ الهدف الأول هو القضاء على استغلال الإنسان للإنسان من خلال القضاء على الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي تتعرض له الطبقة العاملة. الهدف الثاني إزالة ملكية وسائل الإنتاج من أيدي الأفراد، يعني ببطل عندي ملكية فردية، فتصبح الأراضي والرساميل وكل ما فيها من مؤسسات إنتاجية ملك الجماعة أي الدولة. يعني الدولة بتاخد كل الملكيات، بتدير هيدي الملكيات لحتى تحط سياسة اجتماعية لمواطنينها. الهدف الثالث هو تحقيق الرخاء والرفاه المادي للمجتمع ككل من خلال إشباع جميع الحالات. أما الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والمساواة من خلال إلغاء النظام الطبقي. ونحن شفنا ماركس لما حكي عن ظاهرة التدرج والتفاوت قال إنه هي ظاهرة اجتماعية استثنائية ستزول مع زوال النظام الرأسمالي لتحل محل النظام اللاطبقي. ما هي مقومات السياسة الاجتماعية في الأنظمة الاشتراكية؟ إن السياسة تقوم على منظور شمولي، ما في في عندي استحالة الفصل بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية السياسية. العمالة الكاملة، من يعمل يأكل ومن لا يعمل لا يأكل. لهذا السبب الكل مش مجبور إنه يشتغل بهذا النظام، وهيك بصير في عندي انتفاء للبطالة. التعليم لكل التلاميذ وبمختلف المراحل هو بشكل مجاني حق للجميع. الخدمات الصحية أيضا هي من الحقوق المقدسة لكل المواطنين بدون تمييز ومهما بلغت الكلفة. إقرار تشريعات تساوي بين الرجل والمرأة في كل ميادين الإنتاج والإبداع. فهذا النظام إذا قلنا من أهدافه تحقيق العدالة والمساواة، فنحن رح نشوفها من خلال إقرار التشريعات التي تساوي بين الرجل والمرأة في ميادين الإنتاج والإبداع. وأخيرا القضاء على الأمية وتأمين المسكن وكل الخدمات الأخرى للمواطنين.
فإذا بهذه السياسة هي سياسة شاملة كل جوانب حياة الفرد، من صحة إلى تعليم إلى عمل إلى سكن إلى خدمات، كلها مؤمنة بمنظور شمولي. لمن هيدي السياسة هالقد هي شاملة بخدماتها هدفها تأمين الرخاء والرفاه للمجتمع، بيكون اسمها دولة العناية أو دولة الرعاية الشاملة. أين أصبحت هذه السياسة اليوم؟ طبعا هذا نظام مثالي، النظام الاشتراكي، بل وراء مفهوم دولة العناية بأبهى مظاهرها. أمر كتير حلو أنه نحن يكون في عندي عدالة ويكون عندي مساواة وما يكون في عندي طبقات، ونحد من التفاوت وبالتالي نحد من النزاع، ولكن هل هذا الأمر ممكن؟ لم تستطع هذه الأنظمة الصمود في بعض البلدان التي ضعفت فيها منظومة الخدمات الاجتماعية، مما جعل شرائح واسعة من المواطنين فرائس للجوع والمرض وتعميم الفقر. سقطت الأنظمة الاشتراكية مع سقوط الاتحاد السوفيتي السابق، وهذا النظام لم يستطع أن يصمد، وخاصة أنه الطبقات الاجتماعية اللي كانت موجودة فيه كانت على أساس الانتساب الحزبي، وهو الحزب الشيوعي الذي كان قائم في الاتحاد السوفيتي، وسقطت كل المنظومة الاشتراكية بعده. أما السياسة الاجتماعية في الليبرالية التقليدية تختلف، وسنرى من خلال الأهداف والمقومات واسم الدولة والوضع الحالي النتائج مدى الاختلاف بين النظامين. أهداف السياسة الاجتماعية في الليبرالية التقليدية: تطبيق القانون والدفاع عن الوطن، عسكر ودبلوماسية وجيش، حماية الحريات الفردية من عمل وملكية واقتصاد، يعني كان كل همها أن تحافظ على القطاع الخاص. شو هي مقومات السياسة الاجتماعية؟ هل كان هناك في سياسة اجتماعية في النظام الليبرالي تؤمن الحماية والرفاه والرخاء لكل المواطنين كما في النظام الاشتراكي؟ رح نشوف أنه العكس تمام، كانت تعمل هذه السياسة على حماية المبادرة الفردية الخاصة وعلى تفوق هذه المبادرة الفردية، وكانت تعتمد على المبدأ الكلاسيكي الحر الذي يؤمن بالمبادرة الفردية وعلى حرية السوق والعرض والطلب، دعه يعمل دعه يمر. هذا كان الشعار في النظام الليبرالي التقليدي. ولمن اقتصر دور الدولة على تطبيق القانون والدفاع وحماية الحرية الفردية صار اسمها دولة الشرطي، يعني لا تتدخل في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إنما اقتصر دورها على الأمن والدبلوماسية والجيش. هذه الليبرالية التقليدية شجعت الأفراد على العمل في ظل المنافسة الحرة، وأثرت أصحاب الرساميل من صناعيين وتجار، وتم استغلال العمال الذين يعيشون في ظروف اجتماعية وصحية رديئة من قبل أرباب العمل، وكانت الأزمات تحدث بصورة دورية منتظمة، وغالبا ما يتبعها كساد اقتصادي وإفلاسات واحتكارات وبطالة بين صفوف العمال. وكانت أكبر أزمة شهدتها هذه المجتمعات هي أزمة 1929، وما تركت من نتائج ومن انهيارات في البورصات والسندات المالية وما تبعها من أذى على كل المجتمعات. نتيجة هذه الأزمات وهالإفلاسات والاحتكارات والكساد الاقتصادي، أخذ دعاة الإصلاح الاجتماعي وعلى رأسهم كينز على أنه المذهب الكلاسيكي هو المسؤول عن هذه الأزمات، وحملوا على المنافسة الحرة ودعوا إلى ضرورة تدخل الدولة. خلاص الدولة لا نقدر نطلع من هذه الأزمات، لازم تكون الملاذ الأخير للدولة، وهي لازم تتدخل في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقلنا من بعدها إلى الليبرالية الجديدة. كمان رح نشوف هذه السياسة في الليبرالية الجديدة من خلال الأهداف والمقومات واسم الدولة والوضع الحالي. أهداف هذه السياسة ليبرالية جديدة تعتمد، مزجت هون بين الاشتراكي وبين الليبرالي، على قوانين حرية الاقتصاد مع ضرورة تدخل الدولة في بعض النشاطات والتشريعات الاقتصادية. من أهدافها تأمين الحماية الاجتماعية بشكل تعاقدي وتعاوني، عقد بين المواطن والدولة يقوم على التعاون، والحد من التفاوت الاجتماعي وإعادة توزيع المداخيل عبر فرض الضرائب التصاعدية، يعني ضريبة تصاعدية لما بيكون ما نحط ضريبة واحدة على كل المداخيل، المداخيل الأعلى بتكون الضرائب عليها أعلى، والضريبة المداخيل الأدنى بتكون الضرائب عليها أقل، وهون بنكون عم نعمل عدالة، وهيدا بأمن الرفاهية للناس والعدالة خاصة للفئات الضعيفة. ما هي مقومات السياسة الاجتماعية؟ في الليبرالية الجديدة تم توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتم دعم بعض المنتجات الأساسية من أجل ضمان تأمينها للجميع بأسعار معقولة. نحن بنسمع أنه الدولة دعمت البنزين، دعمت الطحين، هيدا من شأنه أنه يخفف الأكلاف على المواطنين. إنشاء الضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي مثل ما شفنا هو المؤسس الفعلي لدولة العناية بصيغته الجديدة. التدخل في نشاط الشركات المختلفة ووضع تشريعات خاصة تمنع الاحتكارات. نحن نعم نريد أن نبقي على حرية الاقتصاد، ولكن لما بده يصير في عندي احتكارات تعرض المجتمع إلى أزمة، لا، الدولة هنا تتدخل من خلال التشريعات التي تمنع الاحتكارات. وهذه الليبرالية الجديدة تفسح المجال لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. لما بيكون في عندي هذه المقومات، في عندي تدخل مثل ما شفنا من توسيع شبكة الأمان لدعم المنتجات، لضمان اجتماعي، لتدخل في التشريع، لمشاركة المجتمع المدني، الدولة هون صار اسمها دولة العناية التدخلية. الفرق بين دولة العناية في النظام الاشتراكي والنظام الليبرالي الجديد، اتنيناتهم دولة عناية، ولكن في النظام الاشتراكي هي دولة عناية شاملة، أما في النظام الليبرالي الجديد هي دولة عناية تدخلية. طبعاً الليبرالية الجديدة اهتمت بعقود العمل وما تفرضه من تقديمات اجتماعية للعامل، صار في عندي قوانين عمل بتأمن تكافؤ الفرص أمام القانون. هذه العقود فيها تحديد للأجر، للدوام، للخدمات، لكل ما يطال العامل ويضمن حقوقه. حقق التطور ملحوظ في نظام الأمان الاجتماعي، انطلقت من التخطيط الاقتصادي في بعض البيادين الاقتصادية العامة وأبقت على النشاط الاقتصادي الحر. يعني صار عندي إلى جانب القطاع الخاص مؤسسات تعود إلى الدولة وهو القطاع العام، تطورت فيما بعد باتجاه تدخل الدولة في كافة الشؤون. فإذا صارت الدولة بعدين هي دولة توجه، ترعى، تراقب الاقتصاد وكل ما يجري على في المجتمع. وهيك صار في عندي انتقال من بالسياسة الاجتماعية، انتقلت بين الاقتصاد الموجه والتخطيط الاقتصادي الشامل. ماذا نعني بالاقتصاد الموجه وماذا نعني بالتخطيط الاقتصادي الشامل؟ بس قول تخطيط اقتصادي شامل، يعني أنا عم بحكي عن نظام اشتراكي، والتخطيط الاقتصادي الشامل يعني منهج من المناهج الاقتصادية الاشتراكية الدولة تتولى وضعه ودراسته وتنفيذه. فإذا الدولة مسؤولة من الألف إلى الياء في التخطيط الاقتصادي، وهي التي تضع التخطيط، هي التي تدرس التخطيط وتنفذ وتراقب هذا التخطيط. أما الموجه أو التخطيط الاقتصادي هو في البلدان الرأسمالية، حيث يتم تناول بعض الميادين الاقتصادية الهامة. يعني الدولة في عندها ملكية لبعض القطاعات وبعض المؤسسات العامة، مع الإبقاء على النشاط الاقتصادي الخاص في سائر الميادين الاقتصادية الأخرى. وهون نحن بنشوف
كيف هي تدخلت، أبقت على النظام على القطاع الخاص، ولكنها تدخلت وصار في عنا قطاع عام. لمن بده يصير في عندي أي أزمة في المجتمع، تستطيع الدولة من إيرادات هذا القطاع العام أن تلجم الاحتكارات، أن تتدخل لتعيد تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية. يعطيكم ألف عافية، وأنا وياكم نرجع نلتقى بدرس